مرحبا بكم في تنسيقية مترشح حر عبد المجيد تبون. هل الهدف من فتح التنسيقيات هو تعبئة ساكنة مدينة النعامة للانتخاب يوم 7 سبتمبر واختيار المترشح الحر عبد المجيد تبون؟ هذا الاختيار جاء بعفوية، والسبب هو أن سعد مجيد تبون ما قدمه في 5 سنين الماضية هو الذي دفعه لكي يترشح في عهدة جديدة. الإنجازات كلها كانت تصب في صالح الوطن وفي صالح الفئة الهشة من الوطن، خاصة أول من جاء بمصطلح مناطق الظل، أول من جاء بمصطلح كرامة المواطن، كان رأس الحربة في برنامجه العهد الأولى هو كرامة المواطن الجزائري، رفع الأجور، كرامة المتقاعدين، منحة البطالة، كل هذه مكتسبات في حق الجزائر وساكنة الجزائر وشعب الجزائر. العهدة الثانية هذه التي نطالبه بها ويطالبه بها الشعب، وهي سبب للاستمرارية في هذه الإنجازات. القاعدة أنجزت، البناء بدأ، لازم هذا البناء يتواصل حتى يكون الجزائر الجديدة ظاهرة للعالم وفي كل مكان. بالنسبة للتنسيق الأحزاب، رئيس الجمهورية أول شيء قام به قبل الانتخابات هو أنه فتح المجال لكل الأحزاب للمشاركة في هذا العرس الانتخابي دون إقصاء، وكل التعليمات لها توصلنا من المديرية المركزية هي إدراج وكل من يريد أن يساند المترشح حر عبد المجيد سواء من أحزاب أو من مجتمع مدني. والشعار اللي جا به الحملة من أجل الجزائر المنتصرة ما جاش من العدم، لأن الجزائر بدأت تتقوى، واللي يتقوى واش يدير؟ سينتصر إن شاء الله. احنا مع الرئيس عبد المجيد تبون والمترشح الحر عبد المجيد تبون للانتخابات 7 سبتمبر 2024، لأن الرئيس عبد المجيد تبون قاد البلاد 5 سنوات بنجاح وبنجاح وبنجاح. احنا مع الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية لأننا وجدنا بأن المزاج الشعبي العام للشعب الجزائري في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، كبار صغار رجال نساء شباب طلبة، المزاج الشعبي العام مع السيد عبد المجيد تبون، فاحنا مع السيد عبد المجيد تبون. احنا قررنا نكون مع السيد مجيد تبون في الانتخابات الرئاسية. عبد المجيد تبون خلال 5 سنوات الجميع يشهد باللي كانت سنوات استقرار، كانت سنوات تماسك اجتماعي، كانت سنوات حس الشعب فيها بالراحة وحس الشعب فيها بالطمأنينة رغم الأزمات اللي وقعت في العالم وأثرت في الأسعار، أثرت في القدرة الشرائية، أثرت في المعيشة. أنا نقول سيد عبد المجيد تبون رغم كل هذه الضغوط قدر يحافظ على توازن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري إلى حد مقبول، وهذا أهله بيقود الجزائر خلال 5 سنوات القادمة، يكمل هذه الورشات، يكمل الآفاق المستقبلية، يواصل في الإصلاحات، يواصل في زرع الأمل، ويقدم الجزائر أمانة واحدة موحدة قوية منتصرة للأجيال القادمة. حركة البناء الوطني التي تساند وتدعم السيد المترشح الحر عبد المجيد تبون، وتدعو الشعب الجزائري كله لانتخاب السيد عبد المجيد تبون يوم 7 سبتمبر 2024. بصفتي المنسق الولائي لحزب جبهة المستقبل، قدمنا اليوم لحضور التجمع الذي نشطه أعضاء المكتب الوطني لحركة البناء الوطني، وهذا لتشاركنا في نفس المترشح الذي قدم الكثير على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية وعلى المستوى الخارجي، ولهذا جئنا لنسنده من أجل الاستمرار في بناء جزائر منتصرة إن شاء الله.